هاشم العطار رئيس رابطة ومحبي وفناني ومحبي بيت العطار، صباح الخير حبيبي قلبي استاذ علي، ممنون منك، يسعد صباحك حبيبي. الله يخليك. شلون نشوف هاي الجمعة شارع الثقافة العراقي شارع المتنبي يمك؟ طبعا هو احنا هذا اليوم يوم جميل، يوم الجمعة، هذا التجمع الكبير الثقافي اللي هو يسعد كل العراقيين، وهو يعتبر اكبر تجمع ثقافي في العراق. نعم. لذلك احنا اليوم نعتب على القشلة، يعني على اساس تنفتح اليوم هاي ثالث واحد يعتب على القشلة، وهاي الجمهور الكبير اللي يتامل وينتظر على اساس فرحه كبيره اليوم، يعني طبعا طبعا. لكن اليوم ما اعرف شويه صار بها خذلان، يلا نتامل من المعنيين ان يفتحون شارع القشلة. شنو اخر اكتشافاتك من الفنانين؟ والله كثيرين هم، انا لحد البارحه يعني كثير اتصالات تجري معي والله الليل والنهار يا علي بالله العظيم. نعم نعم. أكاديميين، عازفين، شباب حلوين وأصوات جميلة بشكل رائع. إن شاء الله تصبحون المدرسة كما المرسى قلبي، وأنت تشوف هاي الأصوات، وعندنا أصوات كثيرة اليوم. يعني ساعتين أو ثلاثة في المتنبي ما تكفينا لو أبقى للعصر. نعم. ما أقدر ألحق الفقرات الكثيرة، يعني التزاحم صار علينا كثير. زين، دول الشباب أو المطربين أو الفنانين تكتشفهم من خلال موقعك على الفيس؟ طبعاً يعني من خلال اتصالات، بصدقني يا علي الليل والنهار والله. أنا البارحة يمكن بالساعة بالثنتين ونص يمكن اتصل بها شخص سمعني أغاني أبكاني والله، عازف أورك، عازف عود، وهم كلهم يطلبون مني عندي ان يتواجدون، فانا كلهم الباب مفتوح، بيت العراقيين، بيت بيت العطار، كل بيت العراقيين. نعم نعم. نتمنى ان تكون لك فرقه خاصه باسمك. احنا اسسنا فرقه كلش كبيره حاليا من عازفين اكاديميين يعني، وفي حله جديده ان شاء الله. ان شاء الله. وحبيب انت سعد علي حبيبي. وانت الاخ والحبيب للرابطه، وتواجدك معنا شرف كبير، وانت ابن البيت يعني طبعا. دائما انت وجودك كلماتك وشعرك هذا وادبك اللطيف، أنا أشكرك جدا وأشكر سادة الإعلامي حبيبنا، ممنون منك. راح نلتقي أيضا مع قامة من قامات العراق، الأستاذ الصحفي أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، قبل الصحافة شنو تشتغل؟ والله حقيقة أنا رئيس سكرتير تحرير جريدة الميادين، وقبل أن أكون سكرتير تحرير الميادين كنت ضابط متقاعد برتبة مقدم درع. وحقيقة أنا أشرب هذا السؤال لأنه عدة مرات ناشدت عن طريق قناة السومرية، ناشدت وزارة الدفاع برجوعي مع زملائي الضباط، ولكن الآن الحمد لله. أنت في مجال عملك أيضا الصحفي مستمر بهذا الموضوع، شنو مقترحاتك للصحافة العراقية؟ حقيقة مقترحاتي للصحافة العراقية أن تهتم أولا بالتراث العراقي، وتهتم بالروابط العراقية، وخصوصا توجد لدينا روابط عدة في القشلة. هذه الروابط مثل رابطة حضرتكم أنه مال الشعر، رابطة المرسى، ورابطة بيت العطار، وبوجود الأمين العام للرابطة الأستاذ هاشم العطار. حقيقة هذا الشخص يعني يبذل جهود جهيدة جدا، وأنا أتشرف بترشيحي بهذه الرابطة كرئيس الرابطة، ويوجد معنا الفنان وعملاق الفن وملك المسرح اللي هو الأستاذ مقصد الحلي. توجد طبعا بروفات بالرابطة مالتنا، ويوجد عندنا موسيقيين وعدد من الفنانين، وتتم اكتشاف بعض الأصوات الغنائية التي نحتفل بها. وتلاحظ الآن حتى يعني تواجدكم صادف أنه مسدود القشلة، لكن رابطة بيت العطار لن تهدأ أبدا. إن شاء الله نتمنى لكم النجاح الدائم، وإن شاء الله أنتم لكم بصمة كبيرة في ساحة الثقافة العراقية، وخصوصا ساحة القشلة. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تكونون مدرسة للأجيال القادمة. تحياتي لكم. نعم. آسف. نعم. كلمة عندي إلى اليوم اعتذر حبيبنا سعد مقصد الحلي. نعم. لأن يمر حالة مرضية، وهو طبعا مشرف عام في الرابطة. نعم. وتعرف أنت تواجدك كفنان كبير وثقل كبير، وهذا أنا تكريم من عندي وتكريم من إخواني وزملائي في الرابطة، كرمناه يكون مشرف عام للرابطة. تكريم لفن. نعم. احترام. أنا أصلا دخلت بالموضوع بدون درايتكم، وأنا قلت له روح يم أستاذ هاشم العطار، لأنه مقصد الحلي من الفنانين الكبار، ويكفي أنه يوقف وياكم كصورة كصورة. نعم. وهو نتمنى له الصحة والشفاء إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي، صار زحمة عليكم. شكرا لكم، شكرا، مع السلامة. شكرا شكرا.